وللحديث حول تحركات الأسواق العالمية ينضم إلينا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك رائد معنا على شاشة CNBC عربية. يعني تابعنا يوم أمس فيما يتعلق بإعلان الحكومة الصينية عن أيضا مستهدفاتها للنمو خلال العام 2023، واللي تم خفض هذا المستهدف. برأيك مثل هذا الإعلان هذا كيف راح يكون تأثيره على تحركات الأسواق، وخاصة أيضا فيما يتعلق بأسعار النفط في الفترة المقبلة؟ يعني أعتقد بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي كان يؤدي أداء أقل من متوسط النمو العالمي في العام الماضي، طبعا نظرا لاتباعه لسياسة الزيرو كيسز أو هي سياسة صارمة جدا مرتبطة بعدم فتح الاقتصادات كانت لفترة طويلة وإغلاقات اقتصادية لمنع حدوث أي حالة لكوفيد 19. عودة الاقتصاد أعتقد الصيني مرة أخرى لتوقعات إيجابية في الفترة المستقبلية تنم وتفتح المجال لآفاق جديدة بالنسبة لمستويات الطلب وبالنسبة لمستويات النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام، لأنه نحن عم نتحدث عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يعني على طلب أكبر من النفط، على سلاسل توريد بشكل أكبر وانتعاش بالأداء الاقتصادي بشكل عام. بالتالي نمو هذا الاقتصاد لا يقتصر فقط على نمو الاقتصاد الصيني، وإنما سيؤثر بشكل كبير على نمو كل الاقتصادات العالمية بشكل عام. أعتقد العائق الوحيد الذي ممكن أن يحول دون تحقق مستويات حتى أعلى من مستويات 5.5% ممكن أعتقد في الفترة القادمة نحن نستهدف مستويات النمو. حتى الآن نتحدث عن 5%، ولكن نتيجة وجود هذه يعني إزالة عوائق كبيرة بشكل سريع ذلك سوف يحقق مستويات. يعني رائد ما زالت هناك مخاوف عفوا على المقاطعة، يعني المخاوف الداخلية بالنسبة للاقتصاد الصيني اليوم من أي القطاعات اللي عم بتمثل خطر على الاقتصاد الصيني، مثل ما سمعنا السنوات الماضية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، اليوم من هي القطاعات اللي بتكون ضاغطة؟ يعني احنا بنعرف تماما انه الاقتصاد الصيني لم يتاثر بشكل كبير بمستويات تضخم مرتفعه، وبقيت المنطقه الاسيويه اجمالا تتمتع بمستويات تضخم اقل نسبيا من تلك التي رايناها في المنطقه الاوروبيه. بالتالي كانت المشكله الابرز في الاقتصاد الصيني هي الاغلاقات الاقتصاديه التي منعت قطاعي الخدمات والتصنيع من الاداء بشكل افضل. الان مع عوده الافتتاحات الاقتصاديه أعتقد المجال مفتوح لتحسين كل القراءات الماضية. القطاع الخدمي كان متضرر بشكل كبير جدا في الاقتصاد الصيني، وبالتالي على الاستهلاك الداخلي كذلك الأمر كان منعكس هذا الأمر على الاقتصاد، لكن التكاليف الإنتاج إجمالا هي التي كانت مرتفعة وسببت ارتفاع طفيف نوعا ما في أسعار السلع. طيب سيد رائد، نتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في تحسن في بعض من المؤشرات، القطاع الخدمي قراءته تتجه إلى ارتفاع، الذهب يتحسن نوعا ما وليس بشكل كبير، لكن السوق تترقب أيضا لخطاب جيروم باول وتترقب لبيانات الوظائف الأمريكية، كيف ستنعكس على مجموعة من أداء القوائم المالية أو أداء البيانات المالية القادمة؟ يعني أعتقد بالنسبة للاقتصاد الأمريكي البيانات الاقتصادية الموجهة لقرارات الفيدرالي بدأت تظهر بعض نوعا ما من التراجع والضعف نتيجة التشديد الكبير في السياسة النقدية، وممكن ما نستبعد أبدا أن تكون القراءات أقل من التوقعات في الفترة القادمة. ممكن نجح الـ ISM Manufacturing بإظهار قراءة أعلى من التوقعات حتى الوقت الحالي عند الـ 56، ولكن ما أريد الإشارة إليه أنه هذا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ممكن نبدأ نشوف بعض التراجع في قطاع في مجال التوظيف. فنان فارم بيرول هذا الشهر ممكن يظهر لنا يوم الجمعة قراءة عن الشهر الماضي أقل من التوقعات، خصوصا أنه فاجأنا بشكل كبير بالقراءة السابقة بأكثر من التوقعات بشكل كبير. فأعتقد الآن سوف نعود شوية هيك للواقع ونعكس التراجعات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا بمجال التوظيف والتصريحات التي حدثت. نعم. ممكن أنه تظهر عنا على البيانات الاقتصادية وخصوصا على تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. نعم، ونشكرك رائد الخضر الكبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي.